وشوشة. مش عايزين حد يفرض عليهم انهم يروحوا مكان مخصص او معين عشان يتفرجوا على الحاجة. وعشان كده شفنا بلاتفورمز جديدة زي نتفليكس، زي ايفليكس، زي ايفليكس، كل الاي بي تي في، كل البي تي في، كل الاوفر ذا توب تي في، كل الحاجات المسميات والانيشنز الكتير، اي بي تي في وتي تي او تي تي، كل ده معمول لان الناس دلوقتي وده يعتبر يمكن تغيير في التقاليد وتغيير في المينتاليتيز وفي عقليه الكونسيومر، لانه في الاخر الجمهور ده الناس عايزه منتج، والمنتج بتاعها عايزه تختار تتفرج عليه امتى، تتفرج على 15 حلقه ورا بعض، تتفرج على 15 فيلم ورا بعض، مش عايزين الاعلانات الكتير، وده منعاني منه يمكن يا تامر في التلفزيون. فهما بيفكروا دلوقتي في البنج واتشن، بيفكروا في انهم عايزين from the comfort of their homes ان هم يختاروا الكونتنت. فانا انضميت لطياره وليكو لاني كنت عايزه ابقى جزء من الناس اللي بتوفر كونتنت لجيل جديد مختلف بيفكر بطريقه مختلفه، عايز يشوف حاجات مختلفه. وانا نفسي اقدم ابقى جزء من الناس اللي بتقدم الكونتنت، لانه كمان في حريه اكتر. انا اؤمن بحريه الابداع، واؤمن في ده بيخلي، طبعا ده بيعمل تحديات كبيره وكنت هنتكلم فيها بعد شويه، لكن في نفس الوقت في حاجه مهمه جدا الا وهي حريه المشاهد وحريه المبدع في انه يقدم حاجه مختلفه عن التراديشنال بلاتفورمز اللي موجوده في السوق. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org